شناوه والله غير سيري والله حاب تاكلوا كلش توما كاش حشره كاش حاجه قاعد بوجي فوق الارض بزاف صاحبي بزاف. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم لاباس عليكم. بونس واينغي بون بعثوا لي واحد الفيديو وقال لك اغرب الماكولات الصينيه ولا ما عباليش، يقولوا له البرقوق ليسونسيال هذوك اللي ياكلوهم شناوه يا يعني هما كاش حاجه قاعد تخبط بوجي تقشيره بوجي يقول لك ماكله جديده هات ناكل يديرها مشوي والله مقلي المشوي عقارب مشوي بروشات خنفوسه هاي. نشوفوا هذا الفيديو نشوفوا هذه اغرب الماكولات اللي عندنا مايا. بسم الله. بل يقال ان فيروس كورونا الذي انتشر في العالم يعود سببه لعادات الاكل الغريبه لدى الصينيين. ايوه في الواقع هناك عده انواع من فيروس كورونا ومعظمها ظهرت في الصين، ويقال كذلك أن سبب فيروس كورونا هو أن أفعى اجتلمت حشرة معدية ثم أكل أحد الصينيين تلك الأفعى فانتقلت العدوى إليه، وهكذا بدأ المرض بالانتشار. وتقول رواية أخرى أن أحدهم تناول حساء الخفاش. ثاني روح سنقدم لكم اليوم أغرب المأكولات الصينية. أيوة معلش. لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة صح ليصلكم كل جديدنا ان شاء الله برب. دعمكم هو ان شاء الله بربي. وتشجيع لنا على الاستمرار ان شاء الله بربي ان شاء الله. سنبدا بفيديو مزعج قليلا تم تصويره في جنوب الصين، حيث يتم خلاله تحضير حساء الافعى. في البدايه يقوم الرجل بغسل الافعى جيدا في وعاء ثم يخرجها بعد ان تصبح نظيفه تماما، ثم يقطعها من الأعلى للأسفل، ويمكنكم ملاحظة أن الأفعى لا تزال تتحرك. الأمر مقرف حقا. في السابق كان حساء الأفاعي طعاما غاليا لا يتناوله إلا الأثرياء، لكنه اليوم أصبح طعاما شعبيا يمكن للجميع تناوله. يستخدم هذا الحساء كذلك لأغراض طبية، حيث يقال أنه يشفي من عدة أمراض ويحسن الدورة الدموية، ولكن قد يكون تناول حساء الأفعى هو الطريقة السهلة للإصابة بفيروس كورونا. كش حاجة لكلاوها. شارع الأطعمة الغريبة في تشينشين في الصين. أيوة. في هذا الفيديو يمكنكم مشاهدة أغرب المأكولات المعروضة في شارع مدينة تشينشين. فهناك طفو أسود والذي يقال أن رائحته تشبه رائحة القمامة المتعفنة. كيف يمكن لشخص أن يتناول شيئا بهذه الرائحة؟ وهنالك العديد من المأكولات غريبة الشكل مثل الجراد والأفاعي والعناكب وبعض الحشرات الغريبة بل وحتى العقارب. الله يتحير عمر. إنهم حرفيا يأكلون كل ما يتحرك. كل حاجة تحرك مشوي. نحن نعلم أن لكل شعب تقاليد أكله بروشات عقرب، لكن الشعب الصيني يبالغ حقا في هذا الأمر. تبن السمكة المرتفخة. ثاني روح. إن كنت تعرف عن الحيوانات المائية فلا بد أنك عرفت أن تناول السمك المنتفخ هو أغرب شيء قد يقوم به بشر، لكننا نتحدث عن الصيني هنا. تعد السمكة المنتفخة أحد أخطر الحيوانات على وجه الأرض وأخطرها فتكا، حيث تمتلك هذه السمكة سما فتاكا يمكنه قتل 30 شخصا معا. وما يزيد الامور خطوره هو انه ليس هناك اي قلت لكم ما ودي البحر مش مليح حجم اريحوا في داركم خير ترياق لهذا السم. لابد انكم تتساءلون كيف يتم تناول هذه السمكه. حسنا، الامر يحتاج الى شيف ماهر وحذق جدا. بروبليم تاع مصرات نعيشوا غايه راك فاهم. قم بنزع السم تماما من السمكه ثم طهيها. لكن هل يمكنكم وضع حياتكم بين يدي شيف؟ هناك طباخون يتركون القليل من السم لأجل إضافة نكهة لاذعة ولأنه يسبب القليل من الوخز للسان. يا له من أمر جنوني. لحم التمساح المشوي. يا حسرة لاكوست مشوي. هنا نفكر بالتمساح ككائن قد ديروا المشوي على أكلنا ولا نقدر على أكله.
ولكن في الصين يمكنك تناول لحمه المشوي. لا لا انا بزاف شريكي بزاف مصورتي مساحه هذه ما شوي خلاص. حيث يحب الصينيون لحم التمساح الذي يشبه لحم الدجاج. شوف قالوا انه يحتوي على فوائد كثيره ويمكنه ان يشفي العديد من الامراض. الله يعني. وهو يضرب لي فوطو راني داير حبه خيار في الشباب. هناك العديد من الاطباق التي شوف هذه نقول لك حاجه، هذه واحد بكري كذب عليهم وقال لهم اللحم تاع التمساح والحشرات يشفي كاش حاجه، هذه كاع هما عندهم كاش حاجه تبوجي في الارض كاع تشفي. لاقوا بيك على الوالدي خما يا جماعه سمى لحم الخروف والاخر ما اكزيستيش كسيش كاع في المرقاز تطهى بلحم التمساح مثل كاري التمساح وذيل التمساح المشوية وكذلك حساء التمساح. اخويا الله يبارك اللهم زدنا علما. الاخطبوط العملاق طلقوا والو. احيانا تمل من تناول الاطعمة الميتة وترغب في شيء يتحرك ويضربك، وهذا بالفعل ما يقوم به هذا الاخطبوط العملاق. ففي الصين يتم تناول هذا الطبق والذي يعود أصله لكوريا الجنوبية، حيث يوضع فيه الأخطبوط وهو حي فتتناوله وهو يتحرك في لسانك وحلقك، ويتم تغذيته بالسمسم وزيت السمسم حتى يكون صالحا للأكل قليلا. لكن تناوله مخاطرة جريئة، فبإمكان هذا الأخطبوط خنق من يأكله بسهولة، فقد يتمسك بحلقك أو بلسانك أو يظل بين أسنانك، لذا فالأمر خطير حقا. نكون الآن قد وصلنا إلى تلفت له عن بالو راه في بينوار قاعد يدور راك فاهم، هو ما على بالوش بلي راه يطيب مسكين. الله 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 ما يا دافية كراح تفوت بلا هريسة مايونيز. استغفر الله يا ربي يا ودي بكان ما قدر انا بالدراهم ما ناكلش هذا الماكل، والله بالدراهم تخلصني بالدراهم ما ناكلهاش، مريض يا صاحبي واش بيك؟ اغرب الاكلات السيده كاتب له كومنتير قال له اخطبوط مسكين يحطوه في الفم وهو مازال يتحرك. واش نقرا لي كومنتير ما ادري شي يفكر الصينيون لما ياكلون هذول الحشرات والاكلات المغربيه. اصاحبي روح توقنعهم اشتهيت تمساح مشوي. هادو حال اللي ياكلوا بزاف يتشهاو. شوف تاكل اي حاجه شوف تاكل فيها يقول لك انا شهيت غني شوي، هذا تشهاتي مساح. المهم خاوتي يعطيكم الصحه ان شاء الله عجبتكم الفيديو، انا حبينا نضحكوا شويه هكا نفوتوا الوقت راك فاهم، سما تعلموا الفيد الحجر الصحي قلنا نديروا حاجه هكا ليسونسيال. ماذا بكم تكتبوا لنا في كومونتير تحت واش راكم حابين نديروا عليها رياكسيون، شوفوا هاد الصوالح جديد باسكو كاين صوالح انا مازال ما شفتهم، سما قولوا لي وانا نحوس ونديرهم في فيديو ان شاء الله بربي. انا بغا لي نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم دافونس هادو تاع الايامات اللي جايين اللي ما رجح تشوفوني فيهم وسلام.